المختطفون خلف قضبان ميليشيا الحوثي، معاناة مستمرة، انتهاكات وتعذيب وأمراض وإهمال صحي وحرمان من أدنى الحقوق، بعيداً عن اهتمامات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية. قبل أيام قليلة توفي المختطف هلال الجرافي بمرض السل، وفي إحصائيات سابقة لرابطة أمهات المختطفين فقد أصيب 17 مختطف بمرض السل من أبناء تعز في سجون الحوثيين جراء الإهمال الصحي المتعمد. 17 مختطفاً من أبناء تعز يعانون الإهمال الصحي المتعمد في سجون الميليشيا، حسب الرابطة التي قالت في وقفتها الاحتجاجية أمام مبنى المحافظة إنها تتابع بخوف وقلق شديدين وفاة أبنائها المختطفين المخفين قسراً بسبب الإهمال الصحي المتعمد. في يونيو الماضي توفي الصحفي المختطف أنور الركن بعد إطلاق سراحه بثلاثة أيام بسبب التعذيب والإهمال الصحي المتعمد، كما توفي المختطف محمد ثابت في أكتوبر الماضي بعد إطلاق سراحه بشهرين قضاها بالعناية المركزة. يغادر المختطفون خلف القضبان بصمت بأمراضهم وأوجاعهم، بعيداً عن اهتمام المنظمات الدولية والمسؤولين الأمميين بالقضية اليمنية، إذ لم يمارسوا أي ضغوطات على الميليشيا الحوثية ولم يحركوا ساكناً لرفع معاناة المختطفين. رابطة أمهات المختطفين طالبت الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا لإنقاذ المختطفين المرضى، داعية الصليب الأحمر لزيارة سجن كلية المجتمع بدمار وإنقاذ المختطفين بالإجراءات الطبية العاجلة لمواجهة مرض السل ومواجهة انتشاره. يواصل الحوثيون عرقلة ملف المختطفين والمعتقلين أحد ملفات اتفاق السويد، ومع كل تأخير وعرقلة لحسم ملف المعتقلين تتضاعف معاناتهم ويتزايد أعداد الضحايا خلف قضبان الميليشيا الحوثية.